تبقيش عبيطه ماما، انت عايزه تضيعي من ايدي كل حاجه. انت ناسي الشقه والاملاك اللي عندك، ولا عايزه تعملي زي مراته الاولانيه؟ طلبت منه الطلاق وطلعت مجهوله بلا حول. عبد العزيز ده زي العيل الصغير، يعني كلمتين حلوين منك يبقى زي الخاتم في صباعك. وانا بقى من رايي انك تاثري عليه وتخليه يكتب لك الشقه باسمك. لازم تستحميه لحد ما تاخدي الشقه. مش ممكن تسيبيه بعد العذاب اللي انت شفتيه ده من غير ما تاخدي حاجه. لازم تاخدي الشقه باي ثمن. حلو يا سيدي، حلو، حلو قوي، وحلوة كلمة سيدي من بقك. طب ممكن تطلع بره بقى؟ ليه؟ عشان ما يصحش البيت يقعد في المطبخ. بالعكس، ده انا اعز القعدة دي قوي قوي. اديني بص. لا 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 لا، ما يصحش. وين اللي ما يصحش؟ انت مراتي. كنت مراتك، انما انا دلوقتي خدمتك يا سيدي. مش معقول اشوفك بالشكل ده واسيبك ده؟ انا بشر. لا لا لا، انا مش هخليك تلمسني في الحرام ابدا. انا ليا 3 اشهر ممكن ارجعك فيهم. بس انت ما رجعتنيش. وعادي معاكي دلوقتي معناه ان انا رجعتك. ما انا مش هخليك تقعد معايا ابدا ابدا ابدا. اوعى يا سيدي كده. الغدا جاهز يا سعد العزيز. اتفضل. حمام هشيلهولك بإيديا. اقف ليه؟ اقعدي اقعدي اقعدي. حاسب ريحتي بصل عليك؟ ريحتك بصل؟ لا، دي الايد اللي فيها التوم، هنا البصل. وريني كده. بس بصل اخضر. عبد العزيز ايدك طويله قوي. الله. طب اقعدي اقعدي اقعدي. ما يصحش، انا اكلي هناك في المطبخ. وانا بامرك انك تقعدي. يا سيدي عبد العزيز، بس انا بقول يعني انه ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش؟ أنا راجل ديمقراطي. ده إيه يا سعد العزيز؟ ديمقراطي. خد الحمام أهو، الحتت اللي بتحبها أهي. هشيها لك. تعالي، تعالي، تعالي. الليفة فين؟ أنا كنت سايبها هنا. أدور عليها. استني. مية سخنة. تدور كده عشان أعرف أدعك لك ظهرك كويس. أدعكي أدعكي. كويس يا سعد العزيز، ده معاك لساني بهرك. كويس. بس يا
عايز حاجة يا سيدي؟ بتعمل ايه؟ داخلة نام، أصل وشتي اتقطع من شغل البيت. هادي لا ما اقدرش. حرام عليكي، حرام عليكي، انا مش قادر خلاص. ايه بس؟ وانا بايدي ايه اعملهولك؟ بايدي كل حاجة. هادي معايا، تعبتيني. سلامتك من التعب يا عبد العزيز. ريح يا قلبي بقى، ريح يا قلبي، وبلاش منها ده ونقعد مع بعض. يا لهوتي، نقعد مع بعض؟ هي العين تعلى عن الحاجب؟ ده انا برضه خدامتك يا سيدي. ده انا اللي خدامك. لا مش قوي كده، بالدرجه. انت براسي، تعالي.